أود أن أوضح حقيقة للمصريين وللتاريخ. وزارة الثقافة خلال فترة الإخوان أنا كنت موجود 8 شهور طبعا فيهم تقريبا، والناس بتلومني وانت قاعد وأنا ما كنتش حابب أقعد، لكن أنا وزارة الثقافة الثمان شهور دول إحنا حمينا مؤسسات وزارة الثقافة كل والمحاولات التي كانت تحدث. كان في محاولات يا فندم؟ طبعا طبعا حمينا وزارة الثقافة النشر، حمينا وزارة الثقافة، حمينا وزارة الثقافة. الشباب كانوا يروحوا يعملوا وما فيش إمكانيات ولا في موازنة، يروحوا يعملوا أعمال فنية بسيطة ويطلعوا على خشبة المسرح، يسقط يسقط حكم المرشد. في بعض الحفلات في دار الأوبرا المصرية يطلعوا على المسرح في نهاية الحفل يسقط يسقط حكم المرشد، لم يتعرض لهم أحد. لم يحدث أن يعني أن سمحنا بناس تيجي تتوظف أو تاخد وظائف في الوزارة، أو أن احنا ننشر وفق رؤية معينة، أو نوجه قصور الثقافة أنها تعد وظيفة. احنا كنا حامين المؤسسات، مش أنا لوحدي، أنا كان معايا زملائي وكنا كلنا مؤمنين بهذه الفكرة.